يستعد فريق الكرة بنادي النصر لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء القادم في ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر والهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا المقرر في 23 من نوفمبر المقبل في مواجهة ممثل شرق آسيا. وذكرت صحيفة الاقتصادية أن النصر مهدد بعقوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتمثل في غرامة مالية تقدر ب10,000 دولار أي ما يعادل حوالي 37,000 ريال سعودي. وتسببت جماهير النصر في تأخير انطلاق مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي إلى نحو 8 دقائق على ملعب مرسول بارك في لقاء ربع النهائي بعد رمي لفافات ورقية فور دخول لاعبي فريقها أرض الملعب، الأمر الذي احتاج وقتا ليتم إزالة اللفافات قبل بدء المباراة. وطلب الحكم الصيني مان يانغ من الجهة المنظمة إزالة اللفافات الورقية ليتم تأخير انطلاق المباراة إلى 6:08 مساء. وينص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على فرض غرامات مالية مشددة للفريق الذي يتأخر عن النزول لأرض الملعب لأكثر من 5 دقائق، فيما حدد مبلغ 1,000 دولار للتأخر من دقيقة إلى دقيقتين و1,500 دولار للتأخر من دقيقتين إلى 3 و2,000 دولار للتأخر من 3 إلى 4 دقائق. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.